بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلباء السلام عليكم، ما زلنا نواصل مع محور الاشتقاقية والاستمرارية. في هذا الفيديو 11 راح نتعرف مع بعض على المشتقة واتجاه تغير الدالة وكذلك القيم الحدية المحلية، يعني راح نعطيكم ملخص خفيف ظريف ونحل بعض التمارين إن شاء الله. هو ملخص حول المشتقة واتجاه تغير الدالة. من أجل كل X من مجال E، هذا مجال E، إذا كانت F فتحة لـ X أكبر تماما من الصفر يعني موجبة تماما، فإن F متزايدة تماما على E. إذا كانت F فتحة لـ X يعني المشتقة سالبة تماما، فإن F متناقصة تماما على E، يعني أمر واضح جدا تنحفظ بكل سهولة. إذا كانت تساوي الصفر F المشتقة تكون ثابتة عادي جدا. هذا بالنسبة للمشتقة واتجاه تغير الدالة. أعطي كذلك ملخص حول القيم الحدية المحلية، يعني راني نكتب باش نربحوا الوقت. واش تقول المبرهن؟ لتكون F دالة معرفة وقابلة للاشتقاق على مجال E وأف فتحة دالتها المشتقة، حد لهنا رانا متفاهمين. إذا عدمت أف فتحة يعني المشتقة عند قيمة X صفر من هذا المجال E، يعني تنعدم عند هذا القيمة X صفر وتغير الإشارة تاعها، يعني حالتين تنعدم وتغير الإشارة تاعها. هنا أعزائي فإنه يوجد مجال مفتوح G محتوى في E يشمل هذا النقطة إكس صفر تقبل فيه F قيمة حدية، يعني F لإكس صفر. هذا F لإكس صفر تسمى قيمة حدية محلية. انتبه معي، هذا الشكل اللي راح نمدوكم يلخص كلش، هنا تفهم كلش بإذن الله، سواء بالنسبة للمشتقة ولا للقيم الحدية المحلية. عندنا هنا قيم إكس، قيم إكس صح، عندنا x صفر صح، هنا كيف كيف x x صفر وغير بالعقل باش نفهم. هنا في السطر الثاني إشارة المشتقة f فتحة ل x، إشارة المشتقة f فتحة ل x يحب يقول هنايا تنعدم المشتقة عند x صفر، وهنا كيف كيف تنعدم المشتقة عند x صفر. أكد لي قبل الصفر هنا تكون سالبة تماما موجبة تماما، في الحالة هذه موجبة تماما هنا وسالبة تماما هنا. في السطر الثالث عندي تغيرات الدالة f ل x، تغيرات f ل x، عندي قيم x إشارة f فتحة ل x تغيرات f ل x، هكا نقرأ الجدول. بونتو ما باينه راح نديرو هكا ترسموها هكذا، انا رسمتو هكا باش نربحو الوقت. اذن انا كيف كيف عندي تغيرات اكس. الحالة الاولى واش قلنا؟ قلنا تقبل يعني الدالة عند اكس صفر تقبل قيمة حدية اف لاكس صفر، يعني قيمة حدية محلية. يعني هنايا كي نجي ندير نعوض هذه في لهنا في مكان هذه اف لاكس صفر تعطيني قيمة حدية. عندي قيمتين حديتين، كان قيمة حدية محلية عظمى وقيمة حدية محلية صغرى صح. حاجة سهلة نتبع يا أخي الدالة ومتبع بالنسبة للمشتقة، ما تكسرش قارسك. شوف معي هنا المشتقة راهي موجبة تماما، إذن الدالة متزايدة تماما في هذا الحال، هنا متناقصة تماما في هذه الحالة خلاص صح. يبقى لنا كي ندرسوا بإذن الله النهايات، راح نديروا هنا مثلا من ناقص لها لا نهاية حتى الزائد لا نهاية، ومن بعد لما إكس تأول إلى كذا أفد إكس تأول إلى كذا تأول إلى كذا، هذا كي نلحقوا إن شاء الله إلى درس النهايات نزيدوا أن نجملوها من كل شيء. إذن F لX صفر وين تكون؟ F لX صفر هاي وين بلاستها؟ F لX صفر صح. خلي ضركنا بالعقل هاني جايك صح. هنا كيف كيف
هنا راهي متناقصة، إذن راح تكون كيما هكذا F فتحة ل X سالبة تماما، إذن هنا الدالة متناقصة تماما، موجبة تماما الدالة متزايدة تماما. يعني وين راح تكون هنا F ل X صفر؟ راح تكون هنا F ل X صفر. طيب إذن وين راهي قيمة حدية محلية عظمى؟ كاينة حاجة هنا هنايا في هذه اللحظة، يعني الدالة مثلا لو جات الدالة، يعني الدالة راهي كيما هكا، يعني هكذا وهكذا صح. شوف مليح، يعني اف ل اكس صفر في الـ يعني كل وحدة، يعني هنا راهي يعني اف ل اكس راهي تحت اف ل اكس صفر، راي تحتها او تساويها. هنا في هذه الحاله راي فوقها او تساويها. يعني حاب يقول لو كي نديروا الامثله تفهم مليح واش معناتها. معناتها لهنا اف لاكس راهي المنحنى تاعها على حسب جذب التغيرات. نعرف منحنى الداله، المنحنى راح يكون هكذا، راح يكون هكذا، جذب التغيرات يعطيني الصوره تاع المنحنى تكون أقل أو تساوي F لX صفر، لأن F لX صفر هي الحدبة تاعها وين تخلص، هي وين تخلص. ودائما هنا كاين مماس، مماس موازي لمحور فواصل دائما في القيمة الحدية، القيمة الحدية المحلية. هنا راي عندي واش من قيمة حدية محلية، أصبر نكتبوا لهنا ثاني. هنا لاحظ هنا يعني منحنى الدالة راح يكون كيما هكا، يعني راح يكون مماس هكذا. من جدول التغيرات تعرف روحك لا راك صحيح ولا لا لا. يعني هنا واش عندي؟ عندي اف لاكس يكون اكبر او يساوي اف لاكس صفر، يعني امور واضحه وضوح الشمس. اذا لهنا عندي قيمه، اي باينه قيمه حديه محليه عظمى، كان اللي يقولوا كبرى صح، ماشي الكبرى الحنوش، كبرى يعني كبير. وهنا عندي قيمة حدية محلية صغرى، هاي باينة وضوح الشمس صح. يعني هنا نقدر نقول لك اخي واش قلنا، كي تنعدم اف فتحه لاكس عند اكس صفر، يعني كي تنعدم يعني هاي المشتقه هي تنعدم عند اكس صفر صح. كي تنعدم واش معنى؟ يعني هنا سي اف في هذه الحاله، سي اف كما قلت لكم راح يقبل مماسا موازيا لحامل محور الفواصل في النقطه ذات الفاصله اكس صفر. المعادله تاعو يعني كيف؟ شوف مثلا في القيمة الحدية العظمى راح المنحنى راح يكون هكذا، في هذه راح المنحنى يكون هكذا صح، محدب مقعر صح. هنا واش قلنا؟ اف فتحة لإكس هاي إكس صفر، هنا في الحالة هذه هاي إكس صفر بالنسبة للمنحنى، يعني كي نرسم مشي هنا إكس صفر عفوا، يعني الفاصلة الصورة تاع إكس صفر، يعني إذا كان المنحنى هكذا ها هو محور الفواصل مثلا، هذا محور الفواصل، هيا اكس صفر صح، اكس صفر يعني الفاصلة، هذه النقطة ذات الفاصلة كذا. ومن بعد نديروا الإسقاط الصورة تاعها اف لي اكس صفر، اف لي اكس صفر راح تكون هنا اف، يعني خرمشت جدا يعني أي معليش، المهم اللي فاهم أو فاهم. يعني هذه هي الصورة، يعني النقطة هذه، هذه النقطة اللي راهي أمامنا هنا، هذا النقطة هي A، هذا النقطة نسموها A مثلا، A ذات الإحداثية X0 و F ل X0 يا أخي، هذا نفس الشيء بالنسبة لهذه، كيف كيف نفس العقلية، برك هذه قيمة حدية محلية. أما أنا واش نقول لك؟ كي تنعدم F فتحة F فتحة يعني المشتقة عند X0، هنا سي F يقبل مماسا، يقبل واش يقبل؟ يقبل مماس، نرسمه غير هكا، يقبل مماس، يقبل مماس موازيا، لاحظ راه موازي
لحامل محور فواصل في النقطة ذات الفاصلة x صفر. المعادلة تاعو كيفاش تكون؟ شكون اللي يعطيني فيكم معادلة تاعو؟ معادلة تاعو y تساوي f لx صفر. لماذا معادلة y تساوي؟ لأن المستقيم هذا يفوت منه في f لx صفر، هاي يفوت منه، متفاهمين؟ يفوت منه. كنا نحنا نرسمو كيما بصح كون راه مستقيم، هاي يفوت مماس، مماس يعني مستقيم، متفاهمين؟ صح. يعني هذا النقطة أ اللي درناها لهنا واش نسموها؟ نسموها هي النقطة الحدية، سواء كانت عظمى ولا كانت هنا كانت صغرى، وكاين ونسموها كذلك الذروة، هذه نسموها الأ الذروة، نفس الشيء صح. وحاجة أخرى ثانية ننبهك إليها عزيزي الطالب، عزيزي الطالبة، كي تقبل هذا الدالة F قيمة حدية محلية عند النقطة A هذه ذات الفاصلة X صفر، إذا قبلت F هنا نقطة حدية، فإن F فتحة لX صفر تساوي الصفر. هذه انتبه، هذه تساعدنا في حل التمارين، التمارين كامل مبنيين على هذه، صح. إذن كيفاش حتى نبحث عن القيم الحدية المحلية في التمارين كي مدوها لنا، أو راح نمد لكم يعني طريقة البحث عن القيم الحدية المحلية، طريقة البحث عن القيم الحدية المحلية. طيب أول حاجة نبدأ بها نحسب المشتقة F فتحة، ومن بعد ندرس الإشارات تاعها وندرس إشاراتها، يعني أول خطوة نبدأ بها نحسب قالوا لنا بحثوا عن القيم الحدية المحلية في التمرين، سواء الناس اللي راكم مبونسين يعني راكم تجروا شايطين راكم في الدالة الأسية واللوغاريتمية ومانيش عارف، وهذا خطأ يعني باش نكون معاكم صريح، لأنك ما عندكش قاعدة، زو دبر راسك والله يسهل عليك، صح. سواء كنت في الدالة اللوغاريتمية ولا الدالة الأسية، نفس الشيء اللي رانا نديره فيه درك في هذا الفيديو ينطبق على الدالة اللوغاريتمية والدالة الأسية، صح، ما عليناش. إذن نبدأ بحساب المشتقة، أول حاجة لازم تبين المشتقة تاعك، وكاين بعض الدول العدد يبقى تجبد المشتقة يحب لك باش نتفاهموا. شوفوا التمارين تاع الكتاب المدرسي يعطوكم مخبر، ما نقولك شوف كتاب الفلاني ولا فلاني، هذاك حاجة تستهد فيها خارجة، الكتاب تاع الكتاب المدرسي تشبع. ومن بعد واش ندير؟ ندرس الإشارة، صح. ومن بعد واش الخطوة الثانية؟ نجي نعين القيم الحقيقية اللي تنعادم عندها F لX صفر، تعيين القيم الحقيقية التي تنعدم عندها F فتح، معناه لازم نصيب F لX صفر تساوي الصفر. مرات راح نصيبه بلك نقطتين، دوك نشوف تنعدم عندها وتغير الإشارة تاعها، مغيرة مرات تنعدم عندها وما تغيرش الإشارة تاعها، باش نتفاهموا. لو نعطيك ما خليك شاكك، نعطيك مثال مغيرة إشارتها، بعض الدول تنعدم المشتقة تنعدم عند X صفر بصح ما تغيرش إشارتها، إذن ما كاش قيمة حدية محلية.
ومن بعد هاي تبان لي باللي صورة هذه القيم بالدالة اف هي القيم يعني الصورة مكلا نظل ونكتب وهي باينة باللي هي القيم الحدية كما شفنا الآن. هاي الصورة اف صفر هي القيم يعني بالدالة اف القيم الحدية المحلية للدالة اف. نجي الآن نعطيكم بعض الأمثلة مثال أول مثلا نقول لك لتكون عندي الدالة F اللي هي F دو X تساوي 2X نعطيك حاجة سهلة ومن بعد نتعمقوا 2X مربع زائد 2X وناقص 5 بالطبع كثير حدود إذن معرفة على R يعني راهي باينة باللي معرفة على R كثير حدود تكون معرفة على R وقابلة للإشتقاق على R ما عندناش إشكال صح. واش قلت قبيلة أول حاجة نبدأ تعيين F فتحة لX إذن F فتحة لX هنا واش تساوي 2 تولي وراء الاثنان تضرب فيها تولي 4 2 ناقص 1 تولي 4X 2X دائما نحي الاثنان زائد الاثنان ناقص 5 يساوي 0 هذه هي الدالة المشتقة أول حاجة التعيين. ثاني حاجة إشارة المشتقة إشارة F فتحة طيب إشارة F فتحة إشارة F فتحة سهلة جدا جدا المشتقة وشنية هذا وشنو يعني كثير حدود من درجة الأولى ولا ثنائي الحد ولا تألفية عبارة تألفية ما عندناش كيف نديروا لها الإشارة تاعها تكون عبارة عندي تألف عندي هنا قيم X وهنا إشارة F فتحة لـ X واش جيت نحسب F لناقص النصف يعني هذا ما عليناش هنا كاين واحد المقام تعطيني 11 على 2 11 على 2 يعني 5.5 واش نقصدوا بها هذه هذا القيمة هذا القيمة F لناقص 1 على 2 تساوي ناقص 11 على الاثنان هي قيمة يعني على حسب هذه تفهم العقلية قيمة حدية عظمى ولا صغرى قيمة حدية صغرى بين قيمة محلية يعني ما تحتاج للمنحنى تفهم صغرى جدول التغيرات تفهم طريبي هذا المثال الأول كان مثال بسيط جدا جدا سيدو مثال ثاني طلبت منك تعيين القيم الحدية للدالة F معرفة على R كثير حدود من درجة ثالثة بين إذن معرفة على R يعني F دو X تساوي X مكعب ناقص 12 X زائد 1 نقوم أول حاجة وهو تعيين المشتقة يعني هنا المشتقة F فتحة لX تساوي 3 تهبط طور الX الثلاثة نقص لها 1 تولي مربع يعني 3X مربع وناقص 12 يعني هذه صفر وهذه تروح صح علاش نقص لأن هذه 12X عندها هنا 1 واحد ينضرب في 12 وواحد ناقص 1 إذن تبقى لي 12 في X صفر يعني 12 في 1 أي عدد يكون أس الصفر يساوي الواحد ها علاش رحت هذيك X صح ما عندناش دوك واش قلنا بعد ما قمنا بتعيين المشتقة نقوم الإشارة نمد الإشارة تاع المشتقة يعني إشارة F فتحة لـ X هذه الأولى صح شوفوا معايا F فتحة لـ X كثير حدود من درجة ثانية ما عندناش كثير حدود من درجة ثانية إذن نحسب دالتا دالتا تساوي ب مربع ناقص 4 اسي إذن تساوي البي وين راه لهنا البي مكاش إذن البي هاو صفر صفر مربع البي ما اكزيستيش يعني ما نحطوش إذن البي ما نحطوش نديرو ناقص 4 اسي فقط هذا ما نحطوش لأنه البي ما اكزيستيش أو يساوي الصفر
صح دير صفر مربع ما عليناش، أربعة في ثلاثة يعني أربعة فالأ في السي اللي هو ناقص 12، لأنه البي يكون لأنه هنا هذه تكتب هكا 3 إكس مربع زائد صفر إكس ناقص 12، يعني البي يساوي الصفر. ما عليناش نكمل أنصبها 144. الجذر تاع 144، جذر 144 واش يساوي؟ يساوي 12. طيب إذن إكس واحد واش تساوي؟ تساوي ناقص بي ناقص جذر دالتا على 2 أ. إذن يساوي ناقص الصفر ناقص جذر دالتا ناقص 12 على الاثنان في 3، يعني ناقص 12 على 6 تعطينا ناقص الاثنان. طيب إكس اثنان تساوي ناقص بي زائد جذر دالتا على 2 أ تساوي ناقص الصفر زائد 12 على الاثنان في 3، يعني 12 على 6 تعطينا 2. طيب لو كندير الجدول باش يعني جبت الجذور اللي تعدم تعدم المشتقة، متفاهمين؟ صح، جذور عندي ناقص اثنان والاثنان. لو نقدر ندير الجدول تاعي، ها الجدول صح، عندي قيم اكس واشارة المشتقة ناقص لا نهاية حتى الزائد لا نهاية، وعندي ناقص اثنان واثنان صح، هذه تعدم المشتقة وهذه تعدم المشتقة. كثير حدود من الدرجة الثانية داخل الجذرين عكس إشارة أ، يعني باش تتفكروا داخل الجذرين عكس إشارة أ، وهنا إشارة يعني ذكر إنما الذكرى تنفع المؤمنين، وهنا إشارة أ ما عليناش. إذن عكس داخل الجذرين عكس الأ موجب، رانا على هذه، إذن ناقص زائد زائد. طيب بون هاي باينة هنا باللي المشتقة موجبة تماما، الدالة تكون يعني متزايدة لهنا سالبة تماما متناقصة، لهنا متزايدة، يعني حب يقول لو طلبوا منا جدول التغيرات نزيدوا خط نزيدوا خط كي من هكا، هذه في حالة ما نزتها من عندي، هذه في حالة ما طلبوا منا جدول التغيرات، يعني نزيدوا غير هكذا f دو اكس، ومن بعد قال متزايدة هاي وراهي متزايدة، متناقصة هاي وراهي، وهنا متزايدة واش كاين، يعني هنايا واش راح يكون عندنا f لناقص اثنان، ولا هنا f لاثنان، يعني باين باللي المنحنى تاعي راح يكون هكذا وراح يكون هكذا، يعني راهو باين باين باللي هنايا قيمة حدية عظمى ولا هنا قيمة حدية صغرى. من خلال جدول التغيرات نفهم العقلية وراء الدور كيفاش نرسم منحنى تاعي، باين صح ما عليناش. أنا هما طلبوا مني القيم الحدية، إذن واش واش يودي أمشي يستيلو واش ندير هنا؟ إذن نجي نحسب آف لناقص إثناني وآف لإثناني، لأنه يعني طلبوا مني تعيين القيم الحدية، إذن نحسب آف لناقص الإثناني، عندي الدالة راي أمامي في المسودة، يعني إكس مكعب يعني ناقص الإثناني مكعب، وناقص 12 إكس يعني نعوض بالناقص إثناني وزائد الواحد،
مش عارف تعطني 17، هذه تعطني 17. يعني حاب يقول هنا نصيبه 17، نحسبه اف لاثنان يعني تساوي اثنان مكعب ناقص 12 في اثنان وزائد الواحد، نصيبه ناقص 8 ناقص 15، نصيبه ناقص 15، يعني هنا عندنا ناقص 15. إذن واش نقول هنا كيفاش تكون الإجابة تاعنا؟ F تقبل قيمة حدية محلية مثلا نكتبوها عظمى عند ناقص الاثنان، وهي اف لناقص اثنان تساوي 17. وعندنا كذلك اف تقبل قيمة حدية صغرى عند الاثنان، وهي اف لاثنان تساوي ناقص 15. خلاص صح. حبيتوا ترسموا المنحنى يعني في اللوجيسيال، روح دير داسموس.com هذا اللي نرسم به انا، وكاين دي لوجيسيال واحد اخر، وشوف تحقق وتصيب باللي واش درنا هنا باذن الله صحيح 100%. انا الله غالب وين راني نسجل، امنوني راني نسجل في جهه ومن بعد نرفد لي فيديو في فلاش ديسك كي نروح للخدمه نبعثهم، يعني وين راني ساكن تقدر تقول الانترنت منعدم يعني معطل ديريكت، بدراهمنا نخلصوا سواء لا دي اس ال مكان والشرائح مكان تاع المتعاملين في ثلاثه مكاش وين راني ساكن، ضعيفة جدا جدا ما قرير أنا نخلصه يعني تاك تيبي الله غالب. هذه هي المثال الثالث، أمثلة اللي ذكرناهم كامل يغيروا ينعدموا المشتقة، تنعدم عند النقاط اللي ذكرناها المثال الأول ولا الثاني وتغير من الإشارة تاعها، يعني على حسب المنحنى في هذيك شفنا باللي تغير من الإشارة تاعها صح. ومن بعد كاين واحد الصوالح واحد اخرين نقطه الانعطاف الى اخره، رانا جايين من عقل. عندنا هنا نعطيكم واحد الداله سامبل اللي هي اف دو اكس تساوي اكس مكعب، داله مكعب هذه نعرفوا باللي معرفه على ار معنيناش هذا الداله، اذا قابله للاستقاق على مجال تعريفي. اف فتحة لإكس المشتقة تاعها تساوي ثلاثة إكس، ثلاثة إكس مربع طيب بيان، ثلاثة إكس مربع بيان. حب يقول كون نجو نرسمو هذا المشتقة ماشي الدالة، الدالة ها كيفاش راهي بصح المشتقة تاعها راح تكون هكذا، مثلا عطيت لك مثال يعني انتبه، يعني هنا واش كاين؟ كاين صفر صح. هنا اف فتحة اللي راهي بالاخضر لانها كثير حدود من درجة ثانية تنعدم عند الصفر بصح ما تغيرش الإشارة تاعها، سوا سوا ولا لا؟ لا تنعدم عند الصفر ولا تغير إشارتها، راهي موجبة تماما صح. إذن هنا كاين قيمة حدية محلية عند يعني عند هذا الصفر ولا ما كاش؟ لا توجد، لا توجد
قيمة. لاحظ الدالة اللي راهي مطراسية بالأحمر، اللي راهي بالأحمر إكس مكعب، ما عندهاش قيمة حدية لا عظمى ولا صغرى. هذه نعطيت لك مثال صح. نزيد لكم مثال، مثال رابع. في هذا المثال راح نتعلموا كيفية تعيين القيم الحدية باستعمال جدول تغيرات. يعطيك جدول تغيرات ويقول لك، يعني مثال سهل برك ما حبيتش نفوت عليه، يعني لازمني نطرق لأي صغيرة وكبيرة، يعني مثال سهل جدا نختم به إن شاء الله صح. كيمنا خلي كيمنا أعطونا سيدي، هنا أعطونا X قيم X، وهنا أعطونا تغيرات F دو X. ها واش أعطونا؟ من ناقص واحد، من بعد صفر، من بعد اثنان، من بعد ثلاثة صح. ومن بعد هنا يقال لك دالة راهي متزايدة تماما، وهنا متناقصة تماما، ولا هنا متزايدة تماما طريبي. أعطونا واحد القيم لما إكس تأول يعني تأول إلى ناقص واحد أف دو إكس تساوي اثنان، لما إكس تأول إلى الصفر تساوي الصفر أف دو إكس تساوي خمسة، وهنا تساوي ناقص أربعة، ولا هنا ثلاثة طريبي. يعني هنا من خلال الجدول نلاحظوا باللي عندنا قيمتين حديتين، عندنا هذه عظمى وهذه صغرى، يعني راه باين وضوح الشمس. يعني عندنا القيمة العظمى لقيمة الحدية العظمى لـ F على المجال، أي من ناقص واحد، يعني المجال اللي هنا لاحظوا أن الدالة راهي معرفة في المجال من ناقص واحد حتى ثلاثة، يعني قيمة الحدية العظمى للدالة F على المجال من ناقص واحد حتى ثلاثة هي F لصفر تساوي خمسة. تذكر القيمة الحدية الصغرى لإف على المجال أكذا هي إف لإثنان يساوي ناقص أربعة. عادي جدا، صبروا ما تروحوش، كي نعطيكم واحد الحاجة تخدموها، يعني نعطيكم واحد الخدمة إذا حبيتوا، يعني اللي حب يجتهد معليش، واللي ما حبش ما عندوش الوقت على بالي، كان اللي كور وكذا ولو ما عندكمش الوقت معليش. تمرين رقم 25 أو موجود في الكتاب المدرسي في المحور تاع الاشتقاقية، قال لك في كل حالة من الحالات التالية أدرس اتجاه تغير الدالة F. هذا مكان عندك خمس دوال أدرس اتجاه تغير، هذا ما طلبوا منك هذا الخمس دول. إذن أعزائي، إلى أن ألتقي بكم بإذن الله في الفيديو المقبل راح نحل هذا التمرين إن شاء الله. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.